السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كورس الجولي فونكس، ومكملين مع جروب 4. لو جينا نراجع جروب 4 مع بعض، تعالوا نفتكر ايه الساوندز اللي احنا اخدناها في جروب 4. اخدنا الساوند زي ما انتم شايفين، ساوند اي، ساوند اي، وقلنا انه الاي دي عبارة عن ديفثونج. يعني ايه ديفثونج؟ يعني تو ساوندز، صوتين، وتحديدا تو فاولز. التو فاولز دول بيتجمعوا مع بعض علشان يدوني صوت واحد بس، اللي هو صوت الاي. الساوند اللي بعد كده، ساوند نمبر 2، كان ساوند ج ج ج. اوكي، طب يا ترى الساوند الجديد هو ساوند ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض من خلال الستوري الخاصه بالساوند. في الستوري الخاصه بالساوند اللي احنا لسه طبعا ما نعرفوش، بيقول لي a goat is very angry. a goat is very angry، وتحديدا billy goat. يعني ايه billy goat؟ يعني التيس اللي هو ذكر الماعز. احنا عندنا male وعندنا female، فهنا الجوت دي male، يعني بنقول عليها billy goat. اوكي، the birds and squirrels in the oak tree are stealing his oats. يعني التيس ده او الماعز ده كان عنده ايه بقى؟ كان معاه اوتس، كان معاه شوفان، فالسكويرلز اللي هي السناجب والطيور كانوا بيسرقوا من الاوتس بتاعته، من الشوفان بتاعه. He pots the oak tree. يعني ايه pot؟ بط يعني نطح كده، كان ليه قرنين طبعا، التيس بيبقى له قرون كبيرة وقوية. فهي بطس the oak tree، يعني نطح الشجرة بتاعت البلوط، وشجرة البلوط دي برضو شجرة ضخمة، نطحها طبعا بالقرون بتاعته. and crash، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل crash، حصل تصادم او ايه؟ او تحطم. the tree falls on the goat، والشجرة وقعت على الجوت، وقعت على الماعز ده. some passing children see what happens and say oh. يعني في بعض الأولاد اللي معديين كده في الطريق شافوا اللي حصل وقالوا أو. طبعا أو دي بنقولها لما نكون شايفين حاجة والحاجة دي إيه؟ والحاجة دي غلط أو حاجة تصدمنا، فبنقول أو من المفاجأة أو الدهشة. They run to the farmer who frees the goat، وطبعا جريوا على الفارمر، جريوا على الفلاح اللي أنقذ الجوت من اللي حصل معاه، اللي هو الشجرة اللي وقعت عليه. من خلال بقى الستوري دي حلوين، هنستنتج يا ترى ايه الصوت بتاع النهارده او صوت السيشن دي. الصوت طبعا فاكرين الاولاد اول ما عدوا كده وشافوا المنظر عملوا ايه؟ عملوا او. فاو دي هو صوت النهارده. طب يا ترى ايه الاكشن بتاعه الساوند ده اللي هنعمله؟ زي ما الولاد عملوا بالظبط، الولاد كانوا ايه؟ كانوا مندهشين او مصدومين من اللي حصل، فجابوا ايديهم كده زي ما انتم شايفين في الشاشه، وحطوها كده قدام بقهم وقالوا او او، كتعبير عن ايه؟ كتعبير عن الدهشه، انه في حاجه غريبه بتحصل قدامنا، فنقول او، زي او ايه اللي حصل ده. فالاكشن بتاعه الساوند دي تعبير عن الدهشه، يبقى الساوند ده اسمه ساوند او. الاكشن بتاعته ان انا بجيب ايدي بحطها كده قدام بقي واقول او. اوكي، طب ايه الفورميشن بتاعه؟ الفورميشن بتاعه سهل وبسيط جدا زي ما انتم شايفين. عندنا تو ساوندز، صوتين، الصوتين دول زي ما قلنا برضو ديفثونج، هيدونا وان ساوند، هيدونا صوت واحد. هنعمل اول حاجه كومبليت سيركل، دايره كامله، وبعدين هنعمل سيركل. السيركل الثانيه هنجيب ليها من تحت كده، هننزل نعمل لها كيرف، هنعمل لها منحنى بسيط خالص كده زي ما انتم شايفين. يبقى ده الفورميشن بتاع ساوند او. ساوند ايه يا حلوين؟ برافو، ساوند او. طب تعالوا نعمل سيجمنتنج ونعمل بلندنج. وبفكركم يا ابطال انه سيجمنتنج معناها ان انا بقرا الصوت لوحده، بقطع الكلمه لاصواتها، انما البلندنج بجمعهم على بعض علشان انطق الكلمه. اول كلمه معانا اولها ايه؟ اولها او، وبعد كده ك، يبقى اوك. اوك هي بتتكون من 3 letters، من 3 حروف، ولكن من ايه؟ 2 sounds، علشان نفرق ما بين الليتر والساوند. هي 3 حروف انما 2 sounds، صوتين بس. اوك اوك. طب الكلمه اللي بعدها اوتس اوتس اوتس، تمام.
وقلنا اوك اللي هي شجرة البلوط، واوتس اللي هو الشوفان. بعد كده عندي ب اوت بوت بوت. الكلمة اللي بعد كده ك او ل كول كول. يبقى دي الكلمات اللي احنا عملنا فيها سيجمنتنج. عايزاكم انتوا كمان تدوروا على كلمات اكتر من خلال الحاجات اللي احنا خدناها في جروب 1 وجروب 2 و3 وبرده 4، وتعملوا لي سيجمنتنج وتعملوا لي بليندنج للكلمات دي. بعد كده يا ابطال نجهز طبعا ايه اور ايرز، نجهز ودننا علشان نعمل ساوندنج، علشان نتعرف على الصوت اللي احنا خدناه، هل موجود في الكلمات اللي احنا هنسمعها دي ولا مش موجود. يبقى which of these words does contain or doesn't contain o؟ ايه الحاجات اللي فيها o، ايه الحاجات اللي ما فيهاش o؟ اول كلمه معانا هي كلمه rain. rain، هل كلمة train contain بتحتوي على the sound o؟ excellent no. فيها ايه بقى؟ فيها sound a اللي اخدناه السيشن اللي قبل اللي فاتت، تمام. طب كلمة تانية زي goat. goat، هل goat فيها sound a sorry فيها sound o؟ طبعا فيها sound o. بقول ايه؟ g o t goat. طب ايه كمان؟ كلمة زي boat. boat فيها ولا ما فيهاش؟ طبعا فيها. ايه السيجمنتنج بتاعها؟ ب اوت. طب الكلمة اللي بعدها كلمة tree. tree، هل tree فيها sound o؟ no. ممتازين جدا. طب ناخد كلمة كمان، عندنا كلمة ايه؟ كلمة coat. coat، هل كلمة coat فيها sound o؟ excellent، ممتازين جدا، تستاهلوا سقفة كبيرة. كلمة coat برضو فيها sound o، السيجمنتنج بتاعها k o t coat coat. طيب بما اننا عملنا الساوندينج وانتوا فعلا ممتازين في الساوندينج، كل سيشن بتبقوا احلى من السيشن اللي قبله، تعالوا مع بعض دلوقتي نروح للسونج، نروح للاغنية. Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 did you see the billy goat under the old oak tree? تعالوا مع بعض نسمع الأغنية مرة تانية. Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 did you see the billy goat under the old oak tree? كده الأغنية بتاعتنا انتهت. سمعنا فيها تاني كلمة belly goat اللي قلنا معناها ايه؟ قلنا معناها تيس او ذكر الماعز، تمام. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتقابل ان شاء الله بإذن الله في ساوند جديد مع ستوري جديدة. نشوفكم على خير، ذاكروا كويس، مع السلامة.